مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم ومرحبا. اسعد الله صباحكم بكل الخير من مركز المناره للمؤتمرات بالقاهره الجديده. لكم كل التحيه، حيث نشهد اليوم افتتاح مؤتمر ومعرض الطاقه في نسخته السابعه ايجي باس. اهلا يا ريهام، صباح الخير. صباح الخير يا محمد، واهلا بحضراتكم مشاهدينا من مركز المناره للمؤتمرات، حيث نشهد بعد قليل افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر والمعرض المهم، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقه في نسخته ودورته السابعة، والتي تحمل شعارا هاما جدا: تحفيز الطاقة، تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات. بالتأكيد بيتضح من خلال هذا الشعار أن هذا المؤتمر وهذا المعرض له سمة بتميزه وبيطل علينا خلال هذا العام بثوب جديد، لكي يتحول من مجرد مؤتمر ومعرض للبترول إلى منصة شاملة للحديث حول الطاقة بشكل كامل، وذلك بمشاركة دولية واسعة النطاق، الكثير من المسؤولين الدوليين ورواد قطاع الطاقة الحيوي في مختلف دول العالم، ورؤساء الشركات التنفيذيين والشركات الكبيرة للغاية في هذا المجال المهم، مجال الطاقة، وذلك محليا وكذلك أيضا دوليا. في عالم يموج بكثير من التحديات، ومنها تحديات الطاقة التي تمثل عاملا مهما في نزاعات كثيرة في العالم، تدور وقائع هذا المؤتمر وأعمال هذا المؤتمر خلال 3 أيام بمشاركة 35,000 مشارك من 120 دولة. مؤتمر كبير ومعرض كبير يقام أيضا على هامش هذا المؤتمر على 39,000 متر مربع من 12 دولة، 40 عارضا. هناك العديد من المشاركات، سواء في الجلسات النقاشية التي يتحدث فيها يمكن 300 متحدث تقريبا، إضافة إلى 80 جلسة نقاشية. نعم. والحقيقة يعني عندما نتحدث بلغة الأرقام مثلما ذكرت محمد، بيتضح أهمية هذا المعرض الذي يقام على هامش هذا المؤتمر بأجنحته المختلفة التي تمثل كل الدول المشاركة وكذلك أيضا الوفود المشاركة، لأنه بالفعل هو بيتم عقده بمشاركة حوالي 35,000 مشارك و2200 أيضا من الوفود الذين يمثلون يعني مختلف الأطراف من سلسلة إمداد الطاقة أو سلسلة القيمة، لأن هذا المعرض بالتحديد والذي سوف يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. صباح الخير، اهلا وسهلا، تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اصحاب المعالي والوفود، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية ان ارحب بحضراتكم في الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجيبس 2024. الحدث الذي أصبح محفلاً هاماً يضم نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين وصانعي القرار المعنيين بشؤون الطاقة، ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم بأثره. التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض الانبعاثات هو شعار الدورة الحالية من المؤتمر، الذي يتمتع هذا العام بطابع خاص، حيث يعقد لأول مرة تحت مسماه الجديد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، ليصبح منصة أكثر شمولاً تتبنى كافة الموضوعات الخاصة بصناعة الطاقة، حيث سيتم تسليط الضوء على قضايا التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وصناعة الهيدروجين بما يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة. وفي مصر نجاحات وخطوات ثابتة ومتتالية يسير نحوها هذا القطاع، وتحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي الدولة المصرية نحو تحقيق رؤيتها في قطاع الطاقة بكل ما فيها وما يؤهلها من عناصر بشرية متميزة ورؤى مستقبلية علمية واثقة وبنية تحتية شيدت في توقيتات قياسية. والآن اسمحوا لنا جميعاً أن نتابع معاً فيلماً قصيراً حول أهمية قطاع الطاقة وعملية التحول الطاقي. أكشن.
across the endlessly evolving energy landscape, our needs, aspirations, and challenges are interwoven, interconnected. The strength of our industry lies in its intricate dynamics, its ability to evolve amidst cyclical markets, and the circles of innovation we relentlessly explore, igniting progress without limits. With an unstoppable collective heartbeat, we are shaping the future. Driven by the rhythms of multifaceted next-generation energies, a new ecosystem is emerging, not just rich in hydrocarbons, but in the full spectrum of energy sources. And as the ambitions of the Global South align with those of the Global North, Egypt is surging forth as the energy hub of the region. Under His Excellency, President El-Sisi's visionary leadership, aligned with the nation's Vision 2030, Egypt's extensive infrastructure expansion, major low-carbon project developments, and bi- and trilateral partnerships stand out as beacons of energy transformation, a unifying voice for Africa's energy future, championing a secure and equitable transcends nations, industries, and ideologies. Our industry is attuned to change, as are our people, to shaping the energies of the future. On the road to net zero, let's orchestrate ambitious action to connect and collaborate. The circles of innovation are evolving to the resounding beat of transformation. Driving energy transition, security, and decarbonization. Experience the Egypt Energy Show. Welcome. فخامة الرئيس، السادة الحضور، اسمحوا لنا الآن أن نستمع لكلمة السيد كريستوفر هاتسون، رئيس الشركة المنظمة لفعالية اليوم، شركة DMG Events. فخامة الرئيس الجمال الموقر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مرة أخرى سيدي شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. أود أن أرحب ترحيبا حارا بمعرض مصري للطاقة، والذي يشتمل على التنوع الكامل ونظام متعدد الأوجة، والذي يوضح المعرض وبالطبع أن يعقد هذا المؤتمر في المدينة الرائعة القاهرة وأيضا الدولة الرائعة مصر، وقدرتنا على هذا الفعالية الفريدة إنما هو جزء صغير يعود إلى الاستراتيجية الفعالة ودعم وزير البترول والموارد المعدنية معالي الوزير المهندس طارق الملا. شكرا جزيلا سيدي أن الدفع بالتحول الطاقي وتأمين إمداد وإزالة الكربون في صناعتنا إنما هو جوهر موضوع هذا المؤتمر وابتكار شراكات جديدة
وذلك من أجل الدعم والمضي قدما بالنمو والتقدم الاقتصادي. بالطبع أن زيادة العرض وزيادة الطلب، بالطبع أننا نسعى إلى تحقيق توازن من الصعب تحقيقه، والحاجة إلى العمل الجماعي الملح من أجل أن يكون هناك تعاونا مثمرا عبر الصناعة وعبر الحدود من أجل الإسراع بالتحول الطاقي والذي لم يبلغ مثيله من قبل. بالطبع أن رحلة التعاون التي بدأت من مؤتمر الأطراف كاب 27 في شرم الشيخ والذي استكمل في دبي، نرى التسليم التاريخي بالتوافق مع الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل لحظة فارقة وتذكارية من أجل التحول الطاقي وأيضا ضمان تحقيق الإنسانية والبشرية من خلال تحول طاق عادل. نحن في الواقع يجب لدينا مصادر طاقة لا يمكن الاستغناء عنها، وأيضا هناك الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر والابتكارات في هذا المجال، والذي يعد أمرا جوهريا وحيويا من أجل تحقيق هذا التحول والتقدم في قطاع الطاقة. إن مصر تلعب دورا فعالا وحيويا كمنصة ومحفز للتغيير، وذلك عند التنقل بين تعقيدات مشهد الطاقة وتزايد الفرص من أجل الابتكار والاستثمار، ومع نحن نسعى من أجل تحقيق وتأمين مستقبل طاقة مستدام. على مدار الثلاث أيام القادمة سوف نناقش سياسات والاستراتيجيات وبناء شراكات مثمرة من أجل تحقيق صناعة طاقة فعالة من أجل المستقبل في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط. وتلعب مصر دورا حيويا في هذا النظام الإيكولوجي الكبير. بالطبع على مدار السبع سنوات الماضية ومنذ بدأت مصر معرض الطاقة، إنها تخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق الالتزام وتأمين التطور المستمر ومواجهة التحديات الصناعة الملحة. وبالطبع نحن لدينا شراكات استراتيجية، وأود أن أقدم تهنئتي على هذه الشراكة وأيضا والرعاة والعارضين والوفود الذين أتوا إلى مصر وسيحضروا المعرض على مدار ثلاث أيام. لكي أختتم كلمتي ونحن نمضي قدما نحن المستقبل، أن هذا المشهد والتكليف من أجل أن يكون لدينا بيئة منخفضة الانبعاثات الكربونية، ولدينا فرص هائلة من أجل الحوار والتعاون والمناقشات من أجل تحقيق التقدم في مجال الطاقة وبناء مجال الأعمال والتقدم والتنمية المستدامة في قطاع الاقتصاد العالمي. فخامة الرئيس، الجمع الموقر، الضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم في افتتاح معرض مصري للطاقة. والآن أدعو السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور الكريم، بداية أود أن أرحب بكم مجددا في حفل افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر إيجيبس في ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، لنشهد سويا نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمرنا هذا إلى منصة أكثر شمولا تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة. ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الدورة تحت شعار التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات. كما يطيب لي أن أتقدم بخلص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أطفت رعايته الكريمة للمؤتمر وتفاعله خلال الجلسات الافتتاحية على مدار الدورات السابقة بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الذي تشهده دورة هذا العام،
بما يعكس ثقة فخامته في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر. السيد الرئيس، الحضور الكريم، ينعقد مؤتمر إيجيبتس هذا العام في خضم سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، ولا سيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار نجح قطاع البترول المصري خلال مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم في تغير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها. وقد واصل كوب 28 والذي تم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة البناء على تلك المكتسبات. لم تكن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات وليدة الظروف الراهنة، بل كانت نتاجاً لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة أطلقها قطاع البترول منذ 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة. السيدات والسادة الحضور، يقوم قطاع البترول بدوره في تأمين مصادر الطاقة في مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلي ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم في إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60%. تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، 70% منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي 5 أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة. تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان، بما يسهم في تحقيق أهداف التعهد العالمي للميثان الذي أعلن السيد رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى في يونيو 2022. التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول، مما ساهم في توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الكهرباء. وفي ضوء إعداد إطار مؤسسي لأنشطة التحول الطاقي، فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وإفريقيا. وفي مجال البتروكيماويات الخضراء، تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثاني من العام الجاري، هذا إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام. الحضور الكريم، مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول الطاقي، تبرز أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، ويمتلك قطاع البترول خبرات فعلية في التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين، والتي تعتبر على مختلف مراحلها جزءاً أصيلاً من نشاط القطاع. وقد شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال. وفي إطار رؤية السيد الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوي. وبالتوازي مع جهود العمل المناخي، يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030، وكذلك زيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلاً عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 17 مليار دولار. وقد رعت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات في المراحل المختلفة لتنفيذها.
وفي إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمي لتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون، تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في 2019 وفق رؤية استباقية وثاقبة للقيادة السياسية المصرية، وانطلاقاً من توجهات الدولة المصرية وما توليه من اهتمام بتسليط الضوء على شواغل القارة الإفريقية المتعلقة بقضية تغير المناخ، تفرد النسخة الحالية من المؤتمر فاعلية جديدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها القارة. وعلى أعتاب فترة رئاسية جديدة تستعد الدولة المصرية لمواصلة ما حققته من إنجازات ومكتسبات على مختلف الأصعدة على مدار السنوات السابقة، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، سعياً لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. ومن هذا المنطلق انتهج قطاع البترول نهج الدولة، واضعاً نصب عيونه المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطن المصري، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. فقد تبنى قطاع البترول منذ عام 2021 استراتيجية جديدة موحدة للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة. فخامة الرئيس، السيدات والسادة الحضور، لقد عهدنا مؤتمر إيجيبس منصة لدعم التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي لتحقيق تطلعات شعوبنا وكتابة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة، ونتطلع إلى مزيد من النجاح للمؤتمر في ثوبه الجديد بما يلبي طموحاتنا لعبور مرحلة التحول الطاقي. وكما أشرنا إلى رحلة القطاع نحو التحول الطاقي، فقد سعينا إلى إعداد جيل قادر على قيادة هذا التحول بوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشري من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية، ومنها البرنامج القيادي لتطوير الإدارة العليا والذي يستهدف رؤساء الشركات والتنفيذيين، وكذلك البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر القيادية والذي يستهدف مساعدي رؤساء الشركات للاطلاع على المفاهيم الحديثة للإدارة والقيادة الاستراتيجية للمؤسسات. وفي ضوء اهتمام سيادتكم بتمكين الشباب كركيزة أساسية في خطة الدولة ومسيرتها نحو الجمهورية الجديدة، فقد سعينا لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، حيث شرعنا في 2018 في سابقة في تاريخ القطاع في تنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بهدف تمكين الشباب، سعياً لبناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات والتحديات التي تشهدها صناعة الطاقة عالمياً. وقد اتبع البرنامج منهجية فعالة لتحقيق الاستمرارية والاستدامة، وتتضمن عدد من المراحل لاختيار أفضل العناصر لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك عن طريق قياس القدرات الإدراكية والتحليلية وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية إلى جانب عقد المقابلات الشخصية، كما تم توفير فرص تدريب خارجي لأفضل العناصر من مرشحي البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأجانب لاكتساب الخبرة العلمية والعملية بنظام المحاكاة والتعرف على أحدث نظم الإدارة والقيادة بالشركات الأجنبية ونقل الخبرات. وانتهى البرنامج بمرحلة تمكين الخريجين، حيث تم الاستفادة بعدد كبير منهم بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة والمختلفة، بالإضافة إلى شغل مناصب قيادية لإحداث التغيير الإيجابي في هيئات وشركات القطاع وقيادة مسيرة التغيير والبناء. وفي الختام أود أن أتقدم مجدداً بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريف سيادته لحفل الافتتاح ورعايته الكريمة للمؤتمر، كما أتوجه بالشكر لشركائنا على مشاركتهم لنا في هذا المحفل المميز، وللشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز. وأنني أتطلع إلى أن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً، متمنياً لضيوفنا الكرام إقامة طيبة ولمصرنا الحبيبة كل الخير والتقدم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحضور الكريم، متغيرات عالمية عديدة وسريعة تؤثر على قطاع الطاقة في العالم،
وقد أصبح من المؤكد أن مزيج الطاقة في المستقبل سوف يعتمد على كافة مصادر الطاقة المتنوعة، بما في ذلك المصادر التقليدية إلى جانب مصادر الطاقة منخفضة الكربون والمتجددة. ولذلك خصصنا هذه الجلسة الحوارية التي ستنطلق الآن للحديث عن التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض الانبعاثات. يدير الجلسة السيد جون ديفتيريوس، محرر الأسواق الناشئة السابق بوكالة CNN وأستاذ الأعمال بجامعة نيويورك أبو ظبي. جون، بليز جون أس أون ستيج. Rami, thank you very much for the kind introduction. شكراً رامي على هذه المقدمة الرائعة. يسعدني أن أعود مرة أخرى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن نسعد دائماً ونفخر بوجودك معنا ولرعايتك لهذا المؤتمر. بالطبع أن القطاع الخاص والمستثمرين سيكونون معنا في الخمس دقائق القادمة لتقديم الملاحظات الافتتاحية، خاصة ونحن نستعرض أوجه التقدم في الطاقة في المستقبل من أجل تحقيق الاستدامة ومن أجل تحمل القدرة على دفع التكاليف. وبالطبع أننا قمنا بمناقشة كل هذه الأمور في مؤتمر الأطراف COP27، وقد لمسنا كل هذا في المقدمة التي تقدم بها معالي المهندس طارق الملا. منذ عام مضى كانت لدينا محادثات من أين سيأتي الغاز الطبيعي، وكان هناك نوع من الذعر نظرا للحرب الروسية الأوكرانية، وبعد ذلك أتت جائحة كورونا. ولكن أود أن صفق كثيرا للشعب المصري على قدرته على الصمود والمواجهة. تهنئتنا لكم. نحن أمامنا 25 دقيقة ولقد أعلن على افتتاح الجلسة الأولى، ولقد أعلن معالي الوزير عن افتتاح معرض مصر للطاقة. دعونا نرحب بمارك يورجنز، يسعدنا أن تكوني معنا. بالطبع والأمين العام لأوبك، أود أن نرحب به أيضا على المنصة. Guangxi Shen, the Vice President for Infrastructure, of course, of the World Bank. نائب رئيس البنية التحتية في البنك الدولي. أهلا وسهلا ومرحبا بك في القاهرة مصر. Slippery when wet, but this is a slippery stage when dry. So just be أرجو أن تأخذ حذرك على المنصة لأن الأرض رطبة بعض الشيء. بالطبع أرجو من لا يتحدث اللغة الإنجليزية أن يقوم بارتداء سماعات الترجمة. معالي الوزير، تحدثت عن المعضلة الثلاثية للطاقة وأيضا تزايد الإمداد والتحول إلى الهيدروجين الأخضر. لا، ذكرت أنه على مدار الأربع سنوات كان هناك تحد هائل، كان هناك خلل في سلسلة الإمداد وجائحة كورونا وأيضا التعقيدات في مشهد الطاقة خاصة في المنطقة، وأيضا دور مصر والذي لعبته فيما، وأيضا الحرب بين حماس وإسرائيل وروسيا وأوكرانيا كما ذكرت سابقا. ولذا من خلال هذا السياق كيف تحصلون على الدعم خاصة من خلال القيود المالية التي نلمسها اليوم في مصر، وأن يدرك القطاع الخاص أنه في حاجة إلى تحقيق التطور والتحول الطاقي وأيضا الالتفات بالالتزامات فيما يتعلق بهذا التحول؟ ما الذي تسعى إلى تحقيقه فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص والمنظمات الدولية من أجل تحقيق التحول، وحتى تظل مصر هي المورد الذي يمكن الاعتماد عليها؟ يمكن سؤال في مكانه وفي توقيته. احنا يمكن مصر بدأت من سنوات الالتزام بكل التعهدات الخاصة بمؤتمرات الكوب المختلفة، ومرورا بتعهدات قمة باريس، ثم طبعا استضافتنا لمؤتمر كوب 27 شرم الشيخ، ثم الاستكمال في دبي بقمة الإمارات كوب 28. الحقيقة أنه أنا بقول هذه المقدمة عشان أقول أنه مصر
اختارت من بدري التحول الطاقي، وكانت ملتزمة في مزيج الطاقة بتاعها بالاختيار الأول وهو الغاز الطبيعي، اللي احنا النهاردة وصلنا في مزيج الهيدروكربونات والمحروقات اللي موجودة في مصر النهاردة ان 60% من الطاقة في مصر بيتم توليدها من خلال الغاز الطبيعي، سواء في الكهرباء، في الصناعة، في النقل والمواصلات والصناعات التحويلية، وال40% التانيين في منتجات البترولية الأخرى. ومن هنا احنا كمان التزمنا بكل الإجراءات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، وانضمنا للتعهد الخاص بتخفيض انبعاث الميثان. فخامة الرئيس أعلن انضمام مصر سنة 22، ويمكن شاهدنا كمان أيضا أنه مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة كلها لإطلاق سندات خضراء. ومن هنا أنا عايز أقول أنه التعهدات مع الالتزام بالتنفيذ جزء أصيل، مع كمان احنا يمكن عارفين التحديات اللي بتمر بها بعض الدول وأشقائنا في أفريقيا فيما يخص الطهي النظيف، فإحنا من الدول التي يعني رأت ده من سنوات، وبالفعل تم تحويل للاستخدام الغاز الطبيعي في موضوع الطهي النظيف لأكثر من 62 مليون مواطن، وجاري دلوقتي على مشروع رئاسي خاص بتنمية الريف المصري من خلال حياة كريمة. وبالتالي الدولة لم تتأخر، بل بالعكس في ظل الخطط التنموية ملتزمة كمان بهذه التعهدات. ولكن الحقيقة احنا نقدر نقول انه كمان دخلنا عناصر جديدة زي الهيدروجين، وغيرنا الاستراتيجية بتاعتنا بتاعت مزيج الطاقة علشان تحتوي الهيدروجين فيها ويبقى مزيج مناسب مع التكنولوجيا الحديثة. وبنسعى إلى استخدام الكثير من الشركات العالمية للاستثمار، ويعني أبسط دليل هو شركائنا الموجودين معنا النهاردة في قطاع البترول والغاز، مما يؤكد على دعمهم لمصر في هذا الإطار. ولكن حينما نتكلم على التحول الطاقي، فنقول إن احنا النهاردة مصر علشان تقدر انها تستكمل هذه الخطة، ولا سيما النهاردة مع التحديات، واحنا نقدر نقول ان احنا في مصر في قلب الحدث، لان احنا النهاردة محاطين بتحديات خارجية اقليمية كثيرة، ويمكن بنقول ان دي طبعا بتأثر. احنا ابتدينا بالكوفيد، ثم مررنا بما حدث في سلسلة القيمة وارتفاع التكاليف بعد الحرب مع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأحداث الأخيرة اللي بتؤدي إلى أن ده كله بيأثر طبعا على القدرة، على أنه الدولة ما تقدرش كميزانية عامة أو أموال دولة تنفق في هذه المشروعات بنفس السرعة المطلوبة. وبالتالي هنا بنقول بيأتي دور القطاع الخاص والعالمي والدولي للدعم، ودخول المؤسسات الدولية زي مثلا الاتحاد الأوروبي بالعناصر بتاعته التمويلية المختلفة، أو البنك الدولي بالعناصر أيضا المصرفية التابعة لي. وفي نفس الوقت طبعا احنا ده ما يأتيش إلا لما يكون في ضمانات من هذه الجهات علشان تعطي هذه الطمأنة للاستثمار من القطاع الخاص، لأنه هذه استثمارات كبيرة وبتحتوي على تكنولوجيا حديثة مكلفة، وفي نفس الوقت احنا بنتكلم على السرعة، ان احنا نضمن ان يبقى في انتقال سريع وعادل، يبقى هنحتاج لهذا التمويل. غير كده احنا هنقول ان احنا هنضطر تاني يبقى في عندنا بعض التخلف، وخصوصا انه ما تم اعلانه في كوب 28 ان احنا لازم على سنة 2030 يبقى احنا زودنا الطاقة الجديدة المتجددة العالم يعني 3 أضعاف، او ان احنا حسنا من كفاءة استخدامات الطاقة مرتين. اعتقد ان ده هيبقى تحدي كبير ما لم يكن الدعم التمويلي موجود
وبالذات زي ما ذكرنا في الظروف التي تمر بها المنطقة، ولا سيما طبعا ما نمر به كاقتصاد مصري. شكرا. That in fact affected the Egyptian economy. Very good. Thanks very much. I was just waiting for the interpretation to finish there, and thank you for finishing on that note, which is an excellent transition. Great to see you again. His Excellency finished on this concept of what really is the troika that's been formed. نحن نتحدث عن بعض نتائج القاب 28 وأيضا كمصر. ضيفة لكاب 27 ثم بعد ذلك الإمارات في كاب 28 وأذربيجان في كاب 29. هناك إصرار لهذه الاستراتيجية. ما هو الدور الدولي؟ هل هو مسرع للشراكات الدولية؟ هل هي تعتبر مسرع للقطاع الخاص؟ كيف نحاول تسريع هذا التحول ونقدم له كل الدعم وكل المساعدة؟ نحن نحتاج الآن إلى الغاز الطبيعي. كيف ترى مفوضية الاتحاد الأوروبي تعمل بالتوازي لكي يكون هناك تسريع في التحول؟ شكرا جزيلا سيد جون على هذا السؤال. كما قال سيادة الوزير المولنا أن كاب 27 تم استضافته من قبل جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ، وكان الاستضافة الرائعة لكي نضع الطاقة وتحول إلى الطاقة النظيفة كإحدى الخطوات التي تتخذها جمهورية مصر العربية من أجل مواجهة التغيرات المناخية ولتسريع التحول في مجال الطاقة. أعتقد بالشراكة القريبة مع جمهورية مصر العربية والتعامل مع قطاع الطاقة في مصر أوضح أننا قادرين إذا عملنا معا لبناء الشراكات المناسبة لإحداث التغيير سريعا، وأن يكون متسم بالكفاءة ويتواءم مع الظروف المناخية. نحن في الاتحاد الأوروبي نرى جمهورية مصر العربية كشريك استراتيجي، ونعمل بالقرب منهم، وأيضا نحاول بقدر الإمكان أن نعزز ونقوي الشراكة مع جمهورية مصر العربية، لأن ذلك سوف يؤدي إلى الأمن في مجال الطاقة، وسوف يعطينا أيضا الطاقة النظيفة. ولكي نصل إلى هذه الأهداف لابد أن يكون هناك استثمارات عديدة، استثمارات في البنية التحتية. هناك أيضا عدة مشاريع نحن نعمل بأشراكة مع مصر ومع اليونان في مجال الكهرباء، أيضا في الهيدروجين النظيف والاعتماد على الطاقة المستجدة، الطاقة المتجددة. أعتقد أن تحول الطاقة يتعلق علاقة وثيقة بالأجندة الأمنية والأجندة المتعلقة بالتغيرات المناخية، وكل ذلك يتطلب الاستثمار. لذلك لابد أن نعمل جاهدين معا لجذب القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات، وأعتقد أن هذا هو هدف الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة. لقد كنت في جامعة في أبو ظبي في الإمارات. أن الاستثمارات في التحول الطاقي أمر مهم جدا ويزداد عاما بعد عام. كما نحن الآن هنا في القاهرة في جمهورية مصر العربية، الأسعار تزداد في الطاقة، الآن هي 4.3 تريليون دولار. هل تستطيعين إرسال إشارات إلى القطاع الخاص أنه قد حان الوقت للاستثمار في مجال الطاقة؟ نعم، بالتأكيد أن التحديات العالمية هي عظيمة وكبيرة، وبدأت في مرحلة متقدمة من الرحلة. هناك العديد من الأزمات التي يمر بها العالم، وهناك بعض الأزمات الاقتصادية الخاصة التي تمر بها جمهورية مصر العربية. أعتقد مرة أخرى فيما يتعلق بأزمة الطاقة وبغزو روسيا إلى أوكرانيا، أعتقد أن هذا يزيدنا تحفيزا ويزيدنا إرادة للتحول إلى الطاقة. نعم، أعرف أن الأمر يعتبر تحدي كبير. أعرف أن هنا في مصر نحن لدينا ازدياد في جمهورية مصر العربية على الطاقة، فأعتقد أن هذا التحول لابد أن يتم سريعا وبأقل تكلفة. نحن نرى أن هناك فرصة عظيمة في مصر وقدرات عظيمة جدا في مصر، لهذا نحن نتمسك جيدا بهذه الشراكة مع جمهورية مصر العربية كاتحاد أوروبي ومع القطاع الخاص أيضا في مجال قطاع الغاز الطبيعي. نحن أدركنا
أهمية هذه الشراكات في الغاز الطبيعي. والغاز الطبيعي يعتبر جزء مهم جدا من نظام الطاقة على في السنوات الماضية وأيضا في السنوات القادمة حتى عام 2050. فنحن نعمل جاهدين من أجل تقليل الانبعاثات وتقليل الميثان. كما تحدثنا في كاب 27، نحن مرة أخرى نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والتعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة المعنية. أيضا في هذه الصناعة فإن التوقعات بالنسبة للطاقة هناك زيادة في الطلب على الطاقة بأكثر من 50%. لقد وضعنا الرؤية لعام 2024 و2025، الخطة العمل الخاصة ب 2024 و2025. ما يبدو لي أن بالنسبة لي الجميع يتبع نفس النتائج الأبحاث، ونحاول أن نرسل الرسائل لكل القاعات لكل القطاعات، وحوالي 1.618 لإنتاج الغاز في العام القادم. أعتقد بالنسبة للإحتياطي ما قال الأوبك مع التحول في مجال الطاقة والطلب، فالتركيز يجب أن يكون على الحلول منخفضة الانبعاثات الكربونية. شكرا جزيلا سيد جون. الفتاح السيسي، يسعدنا ويشرفنا دائما الحضور في مصر في حضور سيادتكم. Just to greet His Excellency the President in Arabic, and I'll continue in English. That much I understood. No, absolutely fascinating point, John. You mentioned, indeed, we were very, I might say, proud, actually, to see that the Federal Reserve has actually yesterday issued a statement, not yesterday, a few days ago, issued a statement or a report commending OPEC for its messaging. يحيي الأوبك على جودة الأبحاث، وأعتقد أن هذا عنصر مهم جدا كنا نعمل عليه، هي أن يكون هناك استقرار في الأسواق، أن تكون هناك رسائل واضحة للمستثمرين لكل من هو في الصناعة. كما قال سيادة الوزير طارق الملا، التحول، نحن نسعى إلى التحول، ولكن كيف سنقوم بهذا التحول؟ نحن نحتاج إلى منظمة مثل الأوبك لكي تدعم السوق الاستقرار. دائما أقول ذلك وأكرر ذلك أن البترول يمثل حوالي 31% و31% حوالي الثلث. هذا أمر مثير. نحن نحتاج إلى الغاز الطبيعي في مرحلة التحول أو التحويل. نحن نحتاج طاقة متجددة. نحن نحتاج إلى مصادر أخرى. ما أقول لكم صدقه أو لا، نحن نقوم بذلك أيضا في الدول الأعضاء في الأوبك. أغلب الدول، الإمارات، السعودية، الكويت، نحن ننقل قسم البترول، قسم يعتمد تماما أو قطاع يعتمد كليا على البترول للاعتماد على الغاز الطبيعي. نحن مستعدين تماما لهذا التحول، ولكننا نحتاج إلى مصادر جديدة للطاقة. وأود أن أشير أن آخر شيء نريده للعالم أن يتم هذا التحول بتكلفة عالية. هذا أسوأ شيء ممكن أن يحدث لتحول الطاقة، عندما يكون المواطنين غير قادرين على دفع فواتير الكهرباء على سبيل المثال. بالتالي نريد الاستثمار، نريد الاستمرار في الاستثمار في مصادر الطاقة الحالية. كما قلت سيد جون، نحن نرى أن قطاع البترول سوف يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، ولابد أن نعترف أنه هناك انخفاض وتدهور حوالي 5% سنويا. دعونا لا ننظر حتى إلى متطلبات المستقبل. بكل الاحترام لكل من يسأل عن متطلبات البترول، لن نستطيع الإفاء بهذه المتطلبات في عام 2030. إن الأبحاث والتوقعات من الأوبك هي أمر قيم للغاية وتحظى بكل الدعم من الحكومات. نحن نبعث إشارات ورسائل من أجل استقرار السوق واستقرار الأسواق. إن التوقعات الخاصة بالأوبك تشارك مشاركة كبيرة جدا في تقليل عامل القلق، وهذا ما يحتاجه المستثمرين. عندما يريد المستثمرين استثمار ملايين الدولارات، يحتاجون إلى الوضوح، يحتاجون إلى الشفافية، يحتاجون إلى الاستقرار في الأسواق. لذلك ونحن نقوم بعملية التحول
التحول يجب أن نتسم بهذه النقاط. ودعونا نتذكر عندما ننظر حول هذه القاعة، كل شيء هنا لديها علاقة أو ارتباط بالبترول كمواد خام، يأتي في على شكل منتجات بتروكيميائية. نحتاج الوقود، تأتي في صورة الوقود. وبذلك نتذكر شيء أكثر أهمية السيدات والسادة، السيادي الرئيس، كل العالم سوف يحتاج إلى حوالي 25% أكثر من مصادر الطاقة مما نستهلكه اليوم. دعوني أضع ذلك في السياق. من الآن حتى عام 2030 سوف يكون لدينا أكثر من 580 مليون شخص ينتقل للعيش في مدن جديدة حول العالم. الآن نحن سعداء بوجودنا هنا في القاهرة. إن عدد تعداد سكان القاهرة إن لم أكن مخطئا 22 مليون نسمة. هذا يعني أن من الآن حتى عام 2030 سوف يكون هناك مثل 3 أو 4 قاهرة جديدة. هل ستقوم الطاقة المتجددة بذلك؟ لا. هل سيقوم الغاز الطبيعي بذلك وحده؟ لا. نحن نحتاج إلى دمج بين القطاعات حتى نستطيع أن نصل إلى أفاق المستقبل السليم الذي نخطط له. أعتقد هذا ما تم الإشارة إليه في كوب 28 في الإمارات، ونود أن نهنئ زملائنا وإخواتنا في دولة الإمارات على التنظيم الرائع لكوب 28. إن المبادئ موجودة، الطرق موجودة، الطرق التي نستخدمها والأدوات التي نستخدمها من أجل الوصول إلى أهدافنا. نحن في الأوبك كل دولة لديها نظام تحول مختلف عن الأخرى، وكل دولة تقوم بتنفيذ هذا التحول بطريقة خاصة بها. نستطيع مضاعفة الكفاءة كما تم الإشارة إلى تلك النقطة مؤخرا. الكل يعمل بطريقته، ولكن من الهدف الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل التغيرات المناخية. كيف نتأكد أن هناك حلول منخفضة الانبعاثات الكربونية، وكيف أيضا يمكن أن نحقق هذا على أرض الواقع؟ أنت رئيس مجال البنية التحتية، وتحدثنا عن دور الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومات بشكل أوسع نطاقا. وبالطبع هناك التحديات، هناك الكثير ليس لديهم فرصة الوصول إلى الطاقة في أفريقيا. تقريبا 2 مليار حول العالم يواجهون نفس التحدي من أجل أن يكون لديهم طاقة نظيفة وأساليب طهي نظيفة. نعرف أن البنك الدولي عقب الحرب العالمية الثانية أدركوا أن العالم يتغير. كيف يتم ترجمة هذا إلى تحديث الشبكات وتحديد مقاله سيد هيفن؟ إذا ما كنا سنقوم بإدخال غاز الطبيعي في بعض القرى في أفريقيا، كيف يمكن تحديث الشبكات وأيضا القدرة على دفع التكاليف والحصول على الطاقة، خاصة بعد نتائج مؤتمر الأطراف كوب 27 وأيضا كوب 28؟ شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة لي، ويسعدني أن آتي إلى مصر. وبالطبع أننا نتحدث عن تحول هائل في مجال الطاقة وإزالة الكربون وتحقيق الأمن في مجال الطاقة. فإن مصر بالطبع، هناك في مصر وهناك تقريبا 600 ألف شخص يعانون من عدم الوصول إلى الطاقة في الصحراء الكبرى. بالطبع لقد قطعنا شوطا طويلا بعقد مؤتمر كوب 27 و28، تحدثنا عن التحول في الطاقة، ويجب علينا أن نركز أن التغير المناخي وتحقيق التنمية هما أمران يتعين الحديث بشأنهما، وأيضا أن نتحدث بشأن التمويل والتوافق مع الدول التي نقدم لها الدعم، والترابط فيما بين التغير المناخي
الاقتصادي وايضا التنميه. بالطبع اذا تخلينا عن احد منهما لن نحقق نجاحات. اعتقد ان ندرك هذا جيدا، وان نحن في مصر قد قمنا باجراء دراسه مع السلطات المصريه من اجل تحقيق مسارات متوازنه في القطاع الاقتصادي وتحقيق التحول الطاقي الناجح. وحين يتعلق الامر بالسؤال الذي طرح من جانبكم، ما الذي يجب ان نركز عليه في التحول الطاقه؟ ان هناك ما يعرف ان هناك بعض التحديات من اجل تحقيق هذا التحول، ولكن نحن لدينا مهمه، ونحن نحاول ان نشارك في تحقيق الرفاه والرخاء والحد من انبعاثات الكربونيه والوصول الى الحياديه الصفريه. وهذا ما نقوم به في مجال التحول الطاقه وبرامج للوصول الى الطاقه والحصول على استجابات. ومن ثم فان التدخلات في العام الماضي قمنا بنشر تقرير في قطاع الطاقه يطلق عليه الارتقاء من اجل تحقيق التوازن، وهذه مقاربه دبلوماسيه من اجل مواجهه التغير المناخي. في بلدان ليست لديها فرصه الوصول الى الطاقه، يكون من الصعب لهذه الدول الاعتماد على الوقود الاحفوري. ولذا نحن نعزز ونثمن الطاقه الجديده والمتجدده والوصول اليها، وايضا ان تصل الى المرافق المختلفه خاصه في الدول منخفضه الدخل. بالطبع نحن في حاجه الى مرافق يجب ان يمد اليها الطاقه الجديده المتجدده، خاصه ان هناك الكثير من البلدان منخفض الدخل في حاجة إلى تحقيق تحول الطاقة والتمويل. وبالتالي فإن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لا يستطيع سد هذه الفجوة وحدهما، ولذا نحن في حاجة إلى تمويل القطاع الخاص، وكيف يمكن جذب القطاع الخاص لتمويل بلدان منخفض الدخل. أعتقد أن هذا هو دور البنك الدولي وصندوق النقد والمنظمات الدولية. أيضا في 5 دقائق سريعة، معالي الوزير، كان لدينا مناقشات والتي تتعلق بالاعتماد على البترول والغاز لتحقيق عوائد، ولكن كيف يمكن الاستثمار في مجال الطاقة ولكن بالطبع هناك تكليف بأن يكون هناك انخفاض في الكربون على مدار 25 عاما القادمة؟ وبالتالي نجد هناك الكثير من الأمور التي تعاني من الضعف والهشاشة في مواجهة التغير المناخية. أولا دعني أذكر أن كل الدول الأعضاء في منظمة الأوبك قام بتوقيع اتفاقية باريس، ونحن نؤمن بأهداف مؤتمر الأطراف كوب 27، والأوبك شاركت في هذه الاجتماع في ريو دي جانيرو منذ عام 1992. وكما ذكرت أن البلدان الأعضاء هما قادة يقومون بالاستثمار في الطاقة الجديدة المتجددة والاستثمار في كفاءة الطاقة. وأيضا نحن نؤمن بالدور الهام الذي تلعبه التقنيات في المستقبل القريب من أجل الحد من انبعاثات الكربون وأيضا إنتاج الميثان. كل هذا أمر يجب أن ننظر إليه بكثير من التفاؤل. في الواقع أن صناعة الغاز والبترول هي للأسف يجب أن يتم فتح الأبواب إليهما، وأن ننظر إلى الممارسات الفضلة من أجل الحد من انبعاثات الغازات. أحيانا ما يكون من الصعب أن نعمل على جذب الكثير من القطاع الخاص، ولكن كل شركات البترول تتطلع لخفض الانبعاثات الكربونية والتعامل مع المتغيرات والتحديات التي يفرضها التغير المناخي. ولذا يجب أن يكون هناك مشاركة في المسؤوليات. بالطبع حين نتعامل مع قضايا التغير المناخي يجب أن يكون هناك التحول لاستخدام الطاقة الجديدة المتجددة، أن يكون هناك شمولية وعدالة وعدل فيما يتعلق بهذا الأمر، وألا يتخلف أحدا عن الركب. نحن في دوامة، ما الذي يمكن أن نقدمه للشخص يعيش في غابة أو في صحراء؟
ولا يستطيع الوصول والحصول على الكهرباء. ومن ثم يجب أن نحقق التوازن، ولكن المفهوم الشمولي هو أن يكون هناك مناصرة للأوبك، أن يكون الحلول عملية متوازنة وأن تحقق الأهداف المرجوة. ولذا نحن ننظر دائما لماذا نستثمر الغاز والبترول، وأيضا أن نستثمر وتعزيز في الطاقة الجديدة والمتجددة. دقيقتين والآن بالطبع أنا واجهت الكثير من الأسئلة، ولكن ربما أن معالي الرئيس وفخامة الرئيس لديه مذكرة صغيرة يقوم بكتابة بعض الكلمات بها ويقوم بتسجيل بالطبع كل ما نقوم به من خلال مذكرة بسيطة. وتحدثنا أنا في كوب 27 قمت بوضع الجنوب العالمي على الخريطة، وكيف وأيضا الخطط وأيضا أذربيجان والتي يتم عقد كوب 29 بها، وبالطبع كيف يمكن أن نخفض العدد الذي لا يستطيع الحصول على الطاقة، وكيف للمنظمات الدولية أن تسهم في هذا الشأن. نحن نقوم بتحديد الأهداف بطريقة عالية ودون أن ندرك أن إفريقيا وحدها في حاجة الوصول والحصول على الطاقة. ما يفتقده يعني الشعوب، ما تفتقده الشعوب في أفريقيا وما تفتقده القارة الأفريقية. والحقيقة أن احنا هنا يعني يجب تاني أن نعود إلى الجزء الأول وما يخص مصر فيما يتعلق به. احنا النهارده بنتكلم على قدرات لجلب الاستثمارات، وعندنا مناخ جاذب من حيث الاستقرار الامني والسياسي، وعندنا البنيه التحتيه. انا ليه بتقدم بقول هذا الكلام؟ علشان ده بيربطنا تاني في الحديث عن افريقيا، ومن خلال التعاون الاقليمي اللي ذكرناه في عده محافل وفي كلماتنا ايضا، بنقول ان احنا لازم ان احنا نساعد القارة الافريقية في الانتقال الطاقي العادل. واحنا بنتكلم تاني على انه يبقى ممكن ان هو متاح، يعني عايزين تأمين الامدادات وتكون متاحة وباسعار مقبولة. هيتم كل ده ازاي الا من خلال التعاون ومن خلال الدعم التمويلات الميسرة، وزي ما تحدثنا سواء من الاتحاد الاوروبي او من البنك الدولي، ويتم أيضا الاستغلال بما تمتلكه مصر من قدرات، وبالتالي يتم الدعم عن طريق الربط، سواء الربط الكهربي أو الربط الاقتصادي أو التصنيع من عندنا، ويتم تصديره لأشقائنا في أفريقيا، وده يكون أيضا نوع من التعاون الإقليمي والدعم في الانتقال الطاقي اللي هياخد وقت مناسب. احنا ما نقدرش نتكلم على الدفع العاجل بالانتقال الطاقي لشعوب ليس لها مصادر للكهرباء أو للطهي النظيف، وبالتالي إحنا بنتكلم على انتقال متدرج وعادل وميسر وممكن. في نفس الوقت عايزين نقول إنه مش هيتم كل ده إلا من خلال مرة تانية الدول الأفريقية بيقع عندها وفي بعض الأحيان عندنا مشكلة، وهي إنه الاستثمار القطاع الخاص زي ما بنتحدث علشان يدخل وهو اللي يشيل ويقدر يتوسع ويستثمر في هذه التكنولوجيات وفي هذه الاحتياجات من التحول، بيحتاجوا دائما ضمانات سيادية، ضمانات سيادية من الدول. فكيف للدول أن تأتي بهذه الضمانات السيادية وهي عادة عندها تحديات اقتصادية؟ وقد ذكرنا أيضا ما تمر به بعض الدول على رأسهم مصر من تحديات نتيجة الظروف العالمية والإقليمية والسياسية، فما بالك بأشقائنا في أفريقيا لظروفهم كمان أصعب. وبالتالي الحتة الخاصة أو الجزء الخاص به أنه يكون في ضمانات سيادية، وبالتالي يستطيع المستثمر أنه يدخل ينفق ويستثمر بدون مخاطر، الجزء ده محتاج معالجة جدا من البنك الدولي ومن الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة، من حيث أنهم يستطيعوا أنهم يخرجوا بحوافز
ومجموعة من الحلول المالية الميسرة المقبولة إذا كنا فعلا عايزين نحقق هذه الأهداف في هذه التواريخ التي تم التوافق عليها في المؤتمرات الأخيرة. شكراً. With great clarity, thank you very much. And actually, I see a common thread from the entire panel here. I think it's very vital. Actually, after the strains over the last year on supply, بعد ما حدث على من ضغوطات في العام الماضي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية سيدي الرئيس إذا لم تمانع. إنني مع التحديات الجيوسياسية العالمية التي يواجهها العالم تأمين مصر. بتعداد سكان أكثر من 100 مليون ونحاول هنا في مصر أن نقوم بتسريع التحول الطاقة. نعرف أن كان هناك تطوير في مجال الغاز الطبيعي في السبع سنوات الأخيرة. ما نحاول أن تقوم بها أن تقوم بالتوازن في المخاطر في المنطقة وأن نستمر في طريق التنمية الذي تريد سيادة. هل تحب أن تعطينا بعض من أفكارك بالنسبة لمصر 2020؟ خليني في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا في النسخة السابعة للمؤتمر، وبتمنى لكم كل التوفيق. واسمح لي يعني أنا لما أتكلم على الظروف اللي موجودة في مصر هنا وفي منطقتنا وتأثيراتها، أنا أقدر أفهم أن الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول تانية عندما يعني تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدرتها التنظيمية حتى والاقتصادية تستطيع من خلالها أن هي لما تقول تعهد تقدر تعمله. لكن في دول في أفريقيا وزي مصر ومصر منها في أفريقيا ومصر منها لما تحط تعهدات بتبقى التعهدات دي صعبة جدا لأن هي أقل ما أقل شيء مطلوب هو التمويل المنخفض التكلفة عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا تكلفتها عالية وبتحتاج لاستثمارات ضخمة جدا. ولكن طب احنا هنمول ده منين؟ وخدينا ديك مثالين صغيرين. طارق الملا او المهندس طارق اتكلم عن ان احنا خلال السبع سنين اللي فات قدرنا نطلع باستخدام يعني الطهي النظيف الى حوالي 15 مليون وحدة او 60%. من انتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل ال 15 مليون وحده او نخلي 60% من الوحدات السكنيه في مصر تشتغل او تعمل بالغاز الطبيعي. ده كلفنا قد ايه وقت وجهد واموال. طيب تصوروا ان احنا في مصر ايضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 ل 10 مليار دولار سنويا نتيجه سوء البنيه الاساسيه والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال سبع سنوات أيضا أقدر أقول بمنتهى التواضع إن إحنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة. بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جدا. والحقيقة يعني يا ترى كان هل النهاردة المؤسسة التمويل وهي شايفانا وإحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد إن هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة أو التعهدات اللي احنا عملناها ننفذها بالفعل؟ ده سؤال أنا بطرحه وبسيبه كده. والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على أفريقيا. إذا لم تتوفر التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضة أو الاقتصادياتها متواضعة، ودي كلمة يعني مهذبة، يعني أنا بتكلم عن الناس اللي اقتصادياتها صعبة، هتعمل إيه؟ احنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 ان في 100 مليار دولار هيبقى يتم ضخهم لصالح يعني الطاقة والمناخ وكلام من هذا القبيل. واحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل، احنا بنتكلم النهاردة من 15 للنهاردة يعني حوالي 8-9 سنين لم يضخ اموال بالقيمة ديت طبقا للتعهدات اللي تمت. التعهدات دي تمت من دول متقدمة ودول اقتصادياتها ضخمة جدا وعملاقة، وبالمناسبة وهي المسؤولة عن كتير من أسباب التغير المناخي الموجودة في العالم. مش عايز أطيل عليكم لكن عايز أقول دايما هيبقى في تحدي للدول
اللي زي حالتنا زي مصر كده، مش بس في التمويل. النهاردة مصر بقالها يعني كورونا خدت سنتين، وده تحدي اقتصادي كبير جدا واجهنا، ثم بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اللي انتوا شايفينه دلوقتي على حدودنا المختلفة في مع ليبيا ومع السودان، وحتى دلوقتي مع قطاع غزة. وانتوا شايفين النهاردة الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا، ده تراجع بنسبة 40-50%. يعني طب كل ده بيتم، والنهاردة المفروض ان الدولة المصرية ليها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل. انا مش بشتكي يعني، لكن اقصد اقول ده الطرح اللي احنا بنتكلم فيه. اذا كان في تعهدات احنا كدولة مصرية حرصت على انها تنفذها، التعهدات دي الالتزام بيها كان اموال ضخمة تم ضخها عشان نقول واحنا قاعدين معاكم دلوقتي احنا فعلا 15 مليون وحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز، ونص مليون عربية او اكتر بتعمل بالغاز الطبيعي، ولو في فرصة تمويل اكتر هنعمل اكتر من كده. مرة تانية بتمنى لكم التوفيق وسعيد بوجودكم، وهنا فرصة ان انا بتكلم على يعني الاتحاد الاوروبي وعلى البنك الدولي، ان احنا في افريقيا على سبيل المثال في قدرات للطاقة المتجددة تعطي يعني آلاف الميجاوات من الكهرباء بدون مبالغة، زي مثلا الطاقة المائية اللي جاية من السدود يعني. بس الأرقام المطلوبة لإقامة هذه المشاريع أرقام ضخمة جدا، والدول الأفريقية ما عندهاش القدرة على أن هي تبقى مخاطر الائتمان ديت اللي دايما البنوك واللي مؤسسة التمويل بتطلب أرقام كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة. يعني الدول الغنية ما بتاخدش مخاطر ائتمان وهي ما عندهاش مشكلة في التمويل، والدول اللي عندها يعني عندها مشكلة في التمويل مخاطر الائتمان عليها عبء كبير جدا. عمرنا ما هنقدر نحقق اللي احنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم عليها للعالم كله اللي بيتأثر بيها إلا إذا كنا كلنا نضع ايدينا في ايدين بعض، مؤسسات تمويل القطاع الخاص، ومراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد. مرة تانية برحب بكم، أهلا وسهلا، وسعيد بوجودكم واتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. Your Excellency, we can always count on you to do a geopolitical risk report because you put Sudan, the Bab al-Mandeb, the challenge of Israel and Hamas today. And then I'm glad you addressed the issue of the Suez because it's vitally important to the global trade but to the international economy. So thank you for your analysis there. Just to manage expectations, you know, after the announcement, I think there الطاقة وبالطبع الساعة الثانية بعد الظهيرة سيكون هناك مجموعة من الاجتماعات الاستراتيجية في جلسات بعد الظهيرة. شكرا جزيلا السادة المتحدثين، أسعدني الحديث عن التعاون ومشهد الطاقة في مصر. شكرا معالي الوزير على الدعوة، وأيضا أعتقد أن الجلسة الافتتاحية كانت شاملة، سعدنا دائما أن يجلس فخامة الرئيس جالسا في الصف الأمامي وأن نحظى بتعليقاته المثمرة والفعالة. شكرا على حسن الاستماع سادتي والسادة. Thank you, John, and your esteemed panelists for such an important discussion. وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أدعو سيادتكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي البدء في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجيبتس 2024. شكرا يا فندم.